متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الثاني من شهر يناير، كانون ثاني للعام 2021. للأسف المملكة تستمر ضمن تأثرها بحالة من الانحباس المطري والانقطاع المطري، بل وسترتفع درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي خلال هذا الأسبوع إثر تأثرها بامتداد واندفاع لكتلة هوائية دافئة قادمة من صحراء الكبرى في القارة الإفريقية، مما سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير واستثنائي. هناك مؤشرات على أن تتأثر المملكة مع نهاية هذا الأسبوع بانكسار لهذه الحالة الانحباس المطري، خاصة يوم الجمعة القادم، حيث تزداد المؤشرات بأن تتأثر المملكة بمنخفض جوي بمشيئة الله تعالى. نبدأ توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع بنهار يوم الأحد الذي يتوقع أن تميل درجات الحرارة به للارتفاع، مع أجواء تقريبا مستقرة في معظم مناطق المملكة. كما نلاحظ أجواء مشمسة، درجات الحرارة تتراوح بين 17 إلى 20 درجة مئوية في المناطق الشمالية والوسطى، تكون تقريبا في جبال الشراء 14 درجة مئوية، 16 درجة مئوية في إمعان، وتصل في العقبة مثلا إلى 26 درجة مئوية، والأجواء دافئة بشكل عام. أما في المناطق الشرقية من المملكة تصل درجة الحرارة في ساعات الليل إلى ساعات النهار 17 درجة مئوية، لكن في ساعات الليل تكون الأجواء شديدة البرودة، ولكن في مناطق محدودة من مناطق البادية مثلا والسهول الشرقية تتدنى درجات حرارة هناك إلى مستويات منخفضة، في حين تكون أجواء باردة في بقية مناطق المملكة في ساعات الليل. ملخص الطقس خلال ساعات نهار الأحد، الأجواء تكون باردة نسبيا غالبا مشمسة، لكنها تميل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت بالإضافة إلى خليج العقبة. ارتفاع طفيف آخر متوقع درجات حرارة يوم الاثنين، أجواء مشمسة غالبا مشمسة مستقرة في عموم المناطق، تكون مائلة للدفء في ذات المناطق في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. لاحظوا معي أن العقبة ترتفع بها درجة حرارة يوم الاثنين إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون درجات الحرارة في باقي مناطق ما بين 17 إلى 22 درجة مئوية في المناطق الوسطى والشمالية بما فيها العاصمة عمان وإربد وجرش وهذه المحافظات، تكون في جبال الشراء 15 درجة مئوية في ساعات النهار، تكون 16 درجة مئوية في معان. أما في شرق المملكة في البادية الشرقية فتكون درجة الحرارة من حوالي 18 درجة مئوية، والأجواء بوجه عام غالبا مشمسة. يوم الثلاثاء يبدأ تأثر المملكة باندفاع هذه الكتلة الهوائية الدافئة ذات درجات الحرارة الأعلى من المعتاد، يستمر ارتفاع درجات الحرارة، سنشعر بالدفء في ساعات النهار حتى في العاصمة عمان، والأجواء تصبح قريبة مائلة للحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وحتى في خليج العقبة، درجة الحرارة 29 درجة مئوية في خليج العقبة متوقعة يوم الثلاثاء، تقترب من الرقم القياسي المسجل سابقا في عام 1959 في شهر واحد في خليج العقبة عندما تجاوزت درجات الحرارة حينها حاجز 30 درجة مئوية، والأجواء تكون مشمسة تميل للدفء في ساعات النهار، حتى في ساعات الليل الطقس أقل ببرودة بكثير مما عهدناه وشاهدناه خلال الفترة الماضية، تكون درجات الحرارة في العاصمة ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية، تكون في إربد حوالي 22 درجة مئوية، في جبال الشراء 16، في معان 18 درجة مئوية، وفي شرق المملكة تقريبا تسجل درجة الحرارة العظمى حوالي 19 درجة مئوية، وأيضا أجواء مشمسة مستقرة تماما بمشيئة الله تعالى. انتقالا ليوم الأربعاء، تظهر كميات كبيرة من السحب والغيوم، ولكن الطقس يكون مائل للدفء في أغلب المناطق، ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا آخرا في بعض المناطق، لكن بسبب أن هناك كميات كبيرة من الغيوم والسحب يتوقع أن تسجل في سماء المملكة، فربما تنخفض قليلا درجات الحرارة في بعض الأجزاء والمناطق، مع التنبيه بأن هناك خطأ تقني بالنسبة لدرجة الحرارة في خليج العقبة، فدرجة الحرارة خليج العقبة يوم الأربعاء 29 درجة مئوية وليس 22، وتكون ما بين 17 إلى 21 درجة مئوية في المناطق الشمالية والوسطى، وتستمر الأجواء مستقرة دافئة في عموم مناطق المملكة. يوم الخميس تدريجيا يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي، هذا منخفض سيهوي بدرجات الحرارة بمقدار كبير جدا، تتراجع درجات الحرارة بشكل لافت وتنشط سرعة الرياح وتزداد فرص هطول الأمطار ما بين يومي الخميس والجمعة. الخرائط الجوية ما زالت غير ثابتة في يعني وقت الذي سيدخل به هذا المنخفض الجوي، فإن دخل هذا المنخفض الجوي مع ساعات مساء يوم الخميس تبقى درجات الحرارة مرتفعة نهار الخميس، أما إذا دخل قبل ساعات مساء تنخفض كما نشاهد في هذه التوقعات، هناك تراجع متوقع في درجات الحرارة هطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى، وكذلك هو يوم الجمعة أجواء ماطرة بوجه عام في بعض المناطق.
لكن صراحة ثقة التوقعات الجوية حتى اللحظة غير مرتفع بسبب تذبذب الكبير في خرائط النماذج العددية المستلمة، ولكن ما هو متوقع أن يحدث اعتبارا من يوم الخميس هناك أمل بأن ينقطع هذا الانحباس المطري، تعود الأمطار للمملكة، تتأثر المملكة بمنخفض جوي قد يكون تصنيفه من الدرجة العادية ويجلب معه انخفاضا واضحا وكبيرا على درجات حارة وهطولا للأمطار، تعود بها الأجواء إلى الطقس إلى فصل الشتاء المعتاد مع نهاية هذا الأسبوع. قبل ذلك أجواء مستقرة دافئة، ارتفاع كبير على درجات الحرارة وطقس غير معتاد لمنتصف شهر يناير كانون ثاني هذا الشهر الذي يعتاد به هطول الثلوج وانخفاض درجات حرارة لمستويات متدنية. إذا هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية لهذا الأسبوع. طبعا هذه التوقعات قابلة للتغيير، إذا ندعوكم دائما إلى متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى زيارتنا عبر موقع طقس العرب arabiaweather.com أو حتى تحميلكم تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.